مساء الخير. اللي اعرفه ان الناس ممكن تورث من اهلها الشكل، الذكاء، خفة الدم، الفلوس، ويمكن المرض، لكن هل ممكن يورثوا الحظ؟ يعني لو حد حظه حلو ممكن ابنه يطلع محظوظ، ولو واحدة مثلا بختها مش حلو ممكن بنتها تورث منها البخت الوحش ده؟ ده السؤال اللي بتسأله مكة، بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي بعتت تقول لنا أنا وأمي ملناش حظ في الرجالة، شكلي كده ورثت منها حظها. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في حكاية مكة؟ وإيه اللي خلاها تقول كده؟ تيجوا نسمع القصة من أولها ونشوف مكة بعتت تقول لنا إيه؟ اسمي مكة وعندي 18 سنة، من المنصورة. من ساعة ما وعيت على الدنيا وماما وبابا بينهم مشاكل، بشوفها وبعيشها معاهم كل يوم، وبسبب المشاكل ماما اتطلقت مرتين، وفي كل مرة كانت بترجع عشان الناس بيقولوا لها ما ينفعش تخربي بيتك ولازم تعيشي عشان عيالك. وبالمناسبة أنا مش مولودة في بيت أبويا، لأن يوم ما جيت كانت أمي سايباله البيت وغضبانة عند أهلها، عشان كده ما بيحبنيش. أنا اتربيت عند ستي سنتين بحالهم، كانوا كلهم مشاكل، وبعد كده ماما رجعت لبابا تاني، مع إن المثل بيقول البنت حبيبة أبوها، بس بابا عمره ما حسسني بالحنية من وأنا صغيرة، وبابا بيعملني بأسوأ قبل ما يكون ليا إخوات. ولما كنت أتعب أبويا كان بيسيبني من غير كشف ولا ياخدني عند دكتور، ويسيبني كده لحد ما أخف لوحدي. أما أمي فرغم حبها الكبير ليا، بس من كتر المشاكل مع أبويا كانت بتطلع خنقتها عليا، كل ما تحصل حاجة ما بينهم تيجي عليا بزيادة، وكانت تقول لي يا ريتني كنت رميتك واتجوزت، وترجع بعدين تاخدني في حضنها وتفضل تبكي. لما دخلت إعدادي جربت أدور على أصحاب أحبهم ويحبوني، لحد ما لقيت بنت كنت بعتبرها صاحبتي وأقرب واحدة ليا. كنت دايما بحكي لها عن كل مشاكلي واللي مزعلني من الدنيا، وأقول هي دي أختي اللي أمي ما خلفتهاش، بس هي أذتني بعدها وعايرتني، مع إني كنت بحبها وبخاف عليها. ولما كبرت ودخلت ثانوي أبويا كان كل يوم والتاني يفرج علينا الناس، مش ضرب وشتيمة وبهدلة في البيت وفي الشارع، مع إنه كان حنين قوي على أولاد عمي. كنت دايما بحس إنه بيحبهم أكتر مني، وكنت بغير واتقهر لما أشوفه هو بيحضنهم ويكلمهم كويس، وأبقى عايزة أقوله أنا اللي محتاجة الحضن ده. كان نفسي أما تحصل معايا مشكلة أول واحد أحكي له هو، وما خافش منه. كان نفسي ما يحرجنيش قدام حد، كان نفسي ما يتعاملش معايا وحش، عشان أنا جيت الدنيا ومليش ذنب إن جيت لأب وأم كارهين بعض. بابا كان بخيل علينا يا سالي في كل حاجة، في المشاعر والكلام والفلوس. حتى أهل بابا كانوش بيحبوا ماما، عشان كده ما بيحبونيش. ومن فترة حصلت مشكلة كبيرة بين بابا وماما، والسبب إن بابا كان طمعان في ورث ماما، وقال لها أنت لازم تكتبي لي كل حاجة باسمي، الأرض أو البيتين اللي ورثتيهم. وأمي رفضت. ساعتها بابا كان زي المجنون، ضربها وضربني معاها فوق البيعة، عشان كنت بعيط ومخضوضة، ودايما لما يضربني بيضربني على دماغي وظهري ويقول لي عادي لو متي، لحد ما ماما مشيت وسابت له البيت وخدتني معاها. في الوقت ده كنت متعودة أجري على صاحبتي الأنتيم في ثانوي، كل ما تحصل معايا حاجة ما لاقيش غيرها أترمي في حضنها وأعيط. وصاحبتي دي كانت بتحب واحد مرتبطة بيه، فكانت بتتكلم عليا على طول وتقول له إني أحسن حاجة حصلت في حياتها. راح قال لها طالما أنتوا قريبين كده من بعض أنا ممكن أخليكم تبقوا قريبين برضو بعد الجواز، إيه رأيك أعرفها على واحد صاحبي كويس جدا ويبقوا لبعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. المهم خد منها رقمي وكلمني على الواتساب عادي زي أي اتنين إخوات. كانت أول مرة أكلم فيها ولد في حياتي، وشوية قال لي هعرفك على صاحبي. أنا معرفش إزاي وافقت، عقلي كان فين؟ المهم اتكلمت مع صاحبه، حسيت انه شخصيه كويسه جدا وحبيته اكتر من روحي. شويه بشويه بقى هو مصدر سعادتي وكل حاجه حلوه في حياتي، ولما تحصل لي اي حاجه اروح على طول اشتكي له، لحد ما حصلت مشكله بين صاحبتي الانتيم وصاحبها وسابوا بعض، وطلب مني احاول اصلح ما بينهم، لكن هي رفضت تماما. فتحول الموضوع معاه لغيره، اللي هو ازاي انا اسيب حبيبتي وانتي وصاحبي تفضلوا مرتبطين، انا اللي معرفكم على بعض. بدا يعمل لي مشاكل كتير بيني وبالانسان اللي بحبه. قعد يقول لي انا بحبك انتي وهو ما يستاهلكيش، وصاحبتك انا ما بقتش احبها، انا عايزك انتي. قلت له احنا اخوات وعمر ما هيبقى في حاجه بينا، وصاحبك ده انا بموت فيه. قال لي ازاي يعني؟ ازاي في الفتره القصيره دي تحبيه كده؟ هو كان عمل ايه يعني؟ وبدا يوقع ما بينا، لحد ما فعلا نفذ اللي في دماغه، وراح قال لصاحبه كلام كتير كله كذب وظلم وافتراء عن اني ما بحبوش وبشتم عليه وان انا بحبه هو، وحاجات كتير كلها ظلم، مع اني عمري ما حسيت بالامان غير مع حبيبي. كنت بقوله يا بابا. واللي خلى الموضوع يتعقد اكتر انه جت فتره حصلت مشكله كبيره بين عيله امي وعيله ابويا، كان فيها ضرب والعيلتين كانوا بيشرشحوا لبعض، وانا كالعاده اتضربت واتبهدلت في النص، ما بقتش عارفه ارد على تليفوناته. فهو صدق اللي اتقال له، لحد ما فعلا اختفى من حياتي. بقيت ارن عليه ما يردش عليا ولا على رسايلي، وفين لما اكلمه من ارقام غريبه يرد، لما يعرف انه انا يقول لي معلش اصلي مضغوط شويه في الشغل، وبقى متجاهلني ولا كأننا كنا مرتبطين. وبعد ما بعد عني خالص بقيت مش قادرة أعيش من غيره، وحسيت إن مفيش حد بيحبني ولا ليا حظ، لا في أهل ولا صحاب ولا حبايب. حاولت الانتحار أكتر من مرة، وكانت أمي هي اللي بتلحقني على آخر لحظة. ده غير مرة شافتني فيها بقطع شرايين إيدي وجريت بيا على المستشفى، وفضلت هناك أكتر من شهر، وكل شوية عند دكتور، وكلهم قالوا كل ده من الزعل، مين عندكم مزعلها؟ وأهلي يسكتوا ومحدش منهم يرد. وفي مرة تعبت قوي وجات لي جلطة، فضلت محجوزة في المستشفى، كنت هموت وأكلمه، بس أصحابي اللي معايا منعوني وغصبوني إني أمسح أرقامه من عندي وكل صوره، بس أنا ما قدرتش. المشكلة إني لحد النهاردة لسه بفكر فيه وبحبه، وهو ولا حاسس بيا. حاولت كتير اقول له انا كل الناس خذلوني، اوعى تعمل زيهم، انا ما بثقش في حد غيرك، ارجوك اوعى تسيبني، بس هو برضه سابني. والمصيبه ان امي رجعت لابويا تاني، ما عداش شهرين والمشاكل رجعت تاني. كنت ساعتها في مدرسه، ولما رجعت لقيت بابا ضارب ماما وطاردها من البيت ومفرج عليها الدنيا، واول ما جيت ادخل البيت لقيته بيقول لي في الشارع امشي من هنا، انا مش عايز اشوف حد فيكم. والله العظيم افتكرته بيهزر، ولما دخلت فعلا راح ماسكني من ايدي ورماني بره وقال لي ما اشوفش وشك هنا تاني، انا مش عايزكم، وضربني في الشارع قدام الناس. تخيلوا بنت عندها 18 سنه يتعمل فيها كل ده، ودلوقتي انا وماما واخواتي بنتحرك من مكان لمكان، شوية عند اخوالي شوية عند خالتي، وكملت بأهلي اللي بقوا مش طايقيننا، وكل شوية شتيمة وإهانة وتحكم. المشكلة إن أمي ساكتة ومش بتعمل حاجة، وأنا كل يوم ببقى هموت من العياط ومحدش حاسس بيا. يعني ورثت من أمي حظها الوحش مع أهلها ومع حبيبها، ومش عارفة إيه آخرة العذاب ده كله. قولولي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت بقى رسالة مكة. هو ممكن يكون في أب كده؟ مرعب صح؟ طب في بنت عندها 18 سنة تشوف ده كله في ال 18 سنة بتوعها؟ طب هتطلع سليمة نفسيا بعد اللي هي شافته ده كله وبتعيشه؟ طب إيه اللي ممكن تعمله مكة عشان تقاوم البهدلة دي كلها؟ أصل لازم يكون في حل صح؟ استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهارده عن مكة اللي أول ما اتولدت لقيت نفسها في بيت جدتها عشان أمها كانت متخانقة مع أبوها وسايبة له البيت. فضلت عند جدتها سنتين. رجعت مكة بيت باباها، فتحت عينها بقى على مشاكل دايما بين الأب والأم. ما لقيتش مكة أي حنية من الأب، الحنية اللي بيقولوا عليها. لما كانت بتاعية ما كانش يوديها للدكتور، كان بيسيبها لحد ما تخف لوحدها. مامتها نفسها كانت بتطلع خنقتها من المشاكل عليها، كانت بتقول لها يا ريتني رميتك واتجوزت. كبرت مكة بتدور على حد يسمعها، على حد يفهمها. صاحبت زميلة ليها وكانوا في إعدادي، فالبنت عايرتها بعد أول خلاف ما بينهم. لما وصلت بقى لثانوي اتعرفت على واحد اتعلقت بيه، سابها. مكة حاولت تنتحر أكتر من مرة. في مرة جات لها جلطة واتحجزت في المستشفى. تخيلوا يا جماعة، جلطة تيجي البنت عندها 17-18 سنة. في النهاية أبوها طردها هي ومامتها من البيت، راحت مع أمها تعيش بقى مع خلانها. بس حتى خلانها من كتر المشاكل بقوش طايقين لا مكة ولا أمها ولا عايزين يسمعوا عنهم. وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. إيه رأيك في القصة الجميلة دي؟ قصة مأساوية. الأب الجميل ده. قصة مأساوية كبيرة بتشمل عديد من القضايا والمشكلات الأسرية اللي احنا دايما بنتكلم عليها. مشكلة أولى مشكلة العنف الأسري. طبعا. مشكلة تانية مشكلة البخل العاطفي والمادي. ما هو دايما بنقول البخيل ماديا بخيل عاطفيا، فهي بتعاني من البخل العاطفي والمادي. مشكلة ثالثة عدم وجود حد يسمعها أو يحبها، مفيش احتواء، مفيش رحمة بيها، مفيش حب ليها، وهي افتقادها للحب والحنان. ودي أهم الأمور اللي ممكن تخلي عندنا حد صحيح نفسيا وصحيح جسديا حتى، هي حتة إن هو يكون عنده حب وحنان حواليه، إنما دي مفتقدة هذا الأمر. فبالتالي دي كلها مشكلات. مشكلة كمان مهمة جدا هي سألتها في الآخر وتقول قولي لي إن أنا أعمل إيه، ده آخر حاجة يعني طبعا قالتها، هي حتة إن هي المستقبل قدامها مظلم. حد يبقى الدنيا مقفلة في وشه يقول لك الدنيا مقفلة قدامي. بس أنا ما تجيبليش نهاية القصة الأول، أنا لسه عايزة أسأل حاجات كتير قوي. طبعا ما أنا مش بجيب يعني بس في جملة حضرتك قلتها وأنا بسمعها على طول بس ما بعترضش يعني، بس أنا عايزة أعترض. ماشي. ليه البخيل ماديا هيبقى بخيل عاطفيا مع ان المشاعر مش بفلوس؟ هو بيخاف بس يطلع من جيبه او من قرشه، لكن لما يقول كلمتين يا عم بلاش. ليه دايما البخيل ماديا يبقى بخيل عاطفيا؟ هي وكانها صفه شامله فيه، هو ما بيطلعش لا فلوس ولا بيطلع مشاعر ولا بيطلع اي حاجه، بتبقى صفه عامه موجوده فيه. خلي بال حضرتك، انت حضرتك بتلفت نظرنا لحاجه مهمه جدا. هو ساعات في واحد يبقى بخيل على اللي حواليه بس مش بخيل على نفسه. طبعا ابخل على اللي حواليه وابخل على نفسي ليه؟ لا فبيعمل لا في حد بيبقى بخيل على نفسه، يفضل برضه معاه الفلوس وبتاع بس برضه يجيب لنفسه حاجه لبس اي كلام، ما يجيبش لبس بالفترات الطويله، ما ينزهش نفسه زي ما بيقولوا كده، ومعاه الفلوس مدكنها يقول لك المستقبل. انما في حد لا يبخل على اولاده، يبخل على زوجته، ما يبخلش على نفسه. اللي ما بيبخلش على نفسه ده يطلع لنفسه بس، واللي حواليه كمان ممكن يطلع لهم شويه مشاعر اللي هم ما بيخافش عليهم، يروح يسهر مع اصحابه، يروح يعمل حاجه مثلا مع مش عارف ايه، يتجوز واحده، الكلام ده ما يبقاش بخيل عليها بقى. دي ليه بيطلع شويه بقى المشاعر اللي عنده مع هؤلاء، مع هذه الشخصيات. لكن في الوضع العام هو البخل صفة عامة بتاخد المشاعر وبتاخد كمان التصرفات. طب هو البخيل يخلف ابن بخيل زيه؟ يعني ده ورث من ورثه؟ لا طبعا، الصفات دي من الصفات المكتسبه، وفي صفات عندنا اصلا دي خلاص بنتولد بيها طبيعي، اللي هي ممكن تكون بعض الصفات الشخصيه، وان كان برضو في الاخر ممكن نعدلها طالما مش جسمانيه يبقى احنا ممكن نعدلها. انما الصفات اللي هي مثل زي البخل والعصبيه والكرم ومش عارف ايه، هي صفات ممكن اكتسبها من المجتمع المحيط بيا. بس هو دايما يقول لك العصبي يجيب عصبي. ما هو عشان المجتمع هو قاعد في حاجه البيئه المحيطه بيه فيها هذا الامر، فبالتالي بيعمل كده، انما يستطيع ان هو يعدلها. هو مش في الاخر، هي مش موروثه، هي مش حاجه اتولد بيها واصبحت صفه فطريه فيه. ولكن هو وجوده في وسط بيئه بتعمل هذا الامر ممكن يخليه يكتسب. شاف الناس مثلا الاب والام بخلاء، هو كمان يطلع زيهم. طب المثل اللي بيقول لك من جاور السعيد يسعد، ده في علم النفس ليه تحليل او ليه؟ ليه تحليل، لان انا بالتالي لما هكون جنب حد بيضحك، اللي يقول لك حتى السعاده بتعوم الناس، هيقعد يهزر معايا، يقعد يكلمني، هيقعد يخرجني من الامور اللي انا فيها، فبالتالي هيبقى سعيد، هبقى سعيد. حد كريم. طب لو انا بقى مامتي عندها مشاكل مع ابويا، لازم يبقى انا عندي مشاكل مع جوزي؟ يعني ممكن اورث الخناقات دي يعني او السلبيه اللي بتحصل في البيت؟ لازم يبقى انا بيتي كده؟ ممكن ممكن لا، لان انا طبعا اكيد كلنا يعني او انا عامه بعترض على كلمه فاقد الشيء لا يعطيه، لان اللي افتقد بعض الامور الخاصه بالمشاعر ممكن يعطي اكتر واحد يعطي مشاعر، وكده عارف الخارج ده برضه رايك. ايوه، لانه اتحرم منه فهيديه ويبقى حنين فيه. صح، فعشان كده ممكن تتولد في بيت يكون فيه هذه المشكلات، تقول انا مش عايزه اكون كده، انا عايزه اعيش حياتي سعيده وما يكونش عندي هذه المشكلات، فتدي مشاعر طيبه في هذا البيت. وانا عارف ده برضو رأي حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. ليه بقى باباها حنين مع اولاد اخوه؟ يعني مع اولاد عمامها وهي بتتفرج، ليه واشمعنى مع عياله لا؟ اقول لحضرتك ليه، لان هو واخد كرههم او عدم حبه ليهم من عدم حبه لامهم. يعني هو عايش مع امهم، يعني تحس ان هم خلاص مكملين مع بعض الحياه وخلاص، انما هو واخد حته ان انا مش بحب الام، فبالتالي ينعكس ذلك على الابناء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هي طبعا هي مكه بتوصف من وجهه نظرها، هو مش شرط يكون بيحب ابناء اخوه قوي الحب يعني المبالغ فيه، ولكن هم مش مكلفينه حاجه، مش تعبينه في حاجه، لا هيطلبوا منه ماديات ولا هيقولوا له والنبي انت عندنا مسؤوليه كذا ولا بتاع. انما الثانيه دي عايزه فلوس، عايزه اروح درس، عايزه اروح الحاجات دي بالنسبه له عامله له مشكله، عامله له ازمات. الثانيين بقى يعطف عليهم ويعمل لهم. هل بقى لو طلبوا منه هتشوف الحنان والحب ده؟ اعتقد لا. طيب، واهل باباها فعلا بيكرهوا لما يكون في مشاكل بين الام والزوج، يعني من الام والاب، هل الاهل يكرهوا؟ يعني اهل باباها دول ممكن يكونوا بيكرهوا العيال لما يقعد يحكي. طب العيال ذنبهم ايه؟ ما يكرهون انا، يعني انا لو انتوا عندكم مشاكل معايا كرهوني انا مش تفرق معايا، بس العيال ذنبهم ايه؟ بيوصموها اول حاجه بامها، نمره واحد. نمره اثنين، قد يكون هو بيحكي برضه عن ابنائه، وما هي برضه في الاخر مكه بتحكي من وجهه نظرها، احنا بنشوف الحته الابعد. هو الراجل ده واضح ان هو بيحكي كلام سيء عن ابنائه، لان هو حضرتك بتقولي ما بيحبهمش، بيتعامل معاهم وحش، بيبخل عليهم، فبالتالي هل هو بقى لما يقول الكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها رد فعل لا شعوري، او بيعمل برضه حيل دفاعيه لا شعوريه. هي ان انا رغم ان ما حدش سالني اقول ايه على فكره دول وحشين وبيعملوا كذا، دول رغم ان ما حدش قال لي حاجه، بس انا حاسس من جوايا ان هو اكيد هيتقال عليا الراجل ده بخيل مع اولاده، الراجل ده ما بيدومش، فابتدي اعمل حيله لا شعوريه دفاعيه عن نفسي. انا بتكلم بقى ايه ان دول وحشين، فبالتالي اكني بدي لنفسي مبرر انا ليه بتعامل معاهم وحش. هو العيال دي والجيل ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وبقى جيل بقى سريع جدا، جيل انترنت او سوشيال ميديا او هو الاعجاب ده بيبتدي من سن كام؟ يعني هبدا معاك بالاعجاب، مش هبدا معاك عشان هم بيقولوا حب وروحي وحبيته اكتر من روحي وكده. الاعجاب ده بيبدا من سن كام؟ يعني من سن البلوغ، ولا الاعجاب ده بيبتدي بدري؟ عشان كل واحد وكل بيت بيتفرج علينا يبقى عارف عياله برضه بيفكروا ازاي. انت لازم تبقى متفهم هم عايزين ايه، بما انك طبعا استشاري علاقات اسريه واجتماعيه، فقول لنا المجتمع ناخد بالنا ازاي انا عيالي يبداوا كده قلبهم يدق ويبقوا شايفين ان اللي قدامنا ده احنا معجبين بيه امتى؟ الطبيعي زي ما حضرتك قلتي، يعني في سن البلوغ اللي هي البنت هتبقى خلاص بتطلع في سن ما انها تبقى سيده. يعني قبل البلوغ مفيش الكلام ده، مفيش اعجاب؟ لا، انا بقول لحضرتك لسه هكمل ده. ده بقول ان ممكن ده يكون الطبيعي او الغالب، انما مع وجود السوشيال ميديا والمشاهد ان احنا بنتفرج على افلام حب وافلام رومانسيه وافلام، ممكن يتواجد من سن صغير، ممكن يتواجد من سن 12 سنه، 11 سنه، 10 سنين، يتواجد من كل ما سن ممكن، يعني من 10 سنين ابتدي اشوف كده، اللي هو من سن بدايه سن المراهقه كده نقعد نفكر انه ابني او بنتي ممكن يبص لابن الجيران او على السوشيال ميديا او واستوعب بقى العواطف والمشاعر دي ازاي؟ لانه اغلبيه الامهات المصريه طبعا معاها اسلحه كتير جدا كلنا عارفينها، اذا كانت الشماعات، اذا كانت المجات، اذا كانت اي حاجه ممكن ترمي بيها، وفي الاخر العيال بتعمل من وراها اللي هم عايزينه، فالام ما بتكسبش حاجه خالص. المفروض الاستيعاب يبقى عامل ازاي؟ مثلا من غير ما هي تيجي تقول لي، لو انا اكتشفت او لما هي تيجي تقول لي اعمل ايه؟ في جميع الاحوال ما عندناش حاجه دايما بنتكلم عليها غير ان احنا نبتدي نفهم اللي قدامنا. بنفهم الطفل عندي ان ده ما ينفعش دلوقتي، انت طب ايه هو اللي ليه ما ينفعش؟ قول لي اجابات منطقيه. نقدر نقول ان هي تاخدها صديقه، ما تاخدهاش يعني ايه هتحبها هتتجوزها. لا، انا بحبها عايزه تبقى بتاعتي انا بس، تتكلم معايا انا بس. ما انا اقدر اقول ان الكلام ده، خلي بال حضرتك ان الاطفال اللي حضرتك بتتكلمي عليهم برضو بيبقى عندنا لما بنحط شويه محاذير او رولز بنمشي عليها، هم هيستوعبوها ويمشوا عليها. لا، وبيعملوا دي بيتس، يعني هو ممكن يقعد بيتناقش معايا انا بشوف، ودي احسن حاجه انه ان انا اخلي عنده شخصيه اتناقش معاه. اتناقش معاه مش عاجبك حاجه انا قلتها بس اتكلم بادب وانت بتتكلم، وقول لي مش عاجبك ايه بعد سن معينه تستطيع ان انت تحب، لما تبقى تقدر تفتح بيت، لما تقدر تصرف، لما تقدر ان انت لما تطلب منك حاجه بتاعتك دي باباها ومامتها بيصرفوا عليها، لما تقدر بتاعتك دي تقول لك انا عايزه كذا فانت هتديهولها، عايزه ان انا مثلا فلوس هتجيب لها، عايزه لبس هتعمل لها، الكلام ده كله صعب ان هو يقول لك انا اشتغل وكده. البنات بقى يعني حتى اقول للرجاله ممكن شويه ان انت ايه تضايقه بالحته دي، لو انت قادر تجيب لنفسك بنطلون، انت قادر تجيب لنفسك مش عارف ايه، حبيبي يلا انت بتدفع لك كل حاجه. البنت بقى لما تقعد لما تطول، لما بنيجي نقول لها كده يعني هكسر رقبتك او هقوم اضربك او لا، ده بيبقى صح الكلام ده؟ لا طبعا ما نتصورش. اصل في بيوت تقول لك البنت تتضرب الولد ما يتضربش، بالعكس ولا دي تتضرب ولا دي تتضرب. احنا النهارده بنتكلم على نظريات كراس يعني احنا في ناس بتيجي تقول لي ايه احنا اتربينا على الضرب وما حصلناش حاجه. مبدئيا ممكن يكون حصل لهم وهم بيقولوا ما حصل، يعني مش عارفين، يعني هو بيكلمني قدامي، دي نمره واحد. نمره اتنين، اللي انت اتربيت عليه زمان طلع حاجات دلوقتي جديده حديثه بتقول لك ان ده كان غلط، ان انت لما بتضرب ده بيعمل لها بيعمل مشاكل نفسيه، بيخلي الطفل فاقد الثقه في نفسه، بيخليه ممكن يكون انسان عنيف، ممكن يكون انسان منطوي. فانا بالتالي ما اعملش هذا الامر مع ابنائي في الوقت الحالي. ولا زقه كده من اللي لا زقه ماشي، زقه ماشي بطلع انا عارف زغده كده، عارف اللي هو تطلع غلك يا اخي، لا ما انا بتكلمش هو عارف اللي هو انا سكت زي ما مامتها اللي مامتها بتعمله معاها مع مكه لما تقول لها انت السبب وانت وتحضنها، ده عادي، ده ما يطلعش طفل عنده تروما او عنده مشاكل نفسيه. اكيد طبعا. ان هي بتقول لها ايه؟ بتقول لها يا ريتني كنت رميتك واتجوزت، يا ريتني، زي ما الامهات كلها مثلا بتيجي مثلا تقول ده انا كان زماني بقيت بيكاسو، انتوا عطلتوني عن احلامي، يا ريتني كنت سبتكم، يا ريتني ما جبتكم، وفي الاخر تروح قايمه طبعا بيطلع حاجه اسمها مشاكل نفسيه، بيطلع زي ما حضرتك قلتي الصدمات دي بتبقى طبعا حاجات اكبر من كده شويه، تروما او صدمه ممكن يكون اكتر شويه، ولكن هي في الوقت الحالي ده اكتر حاجه يطلع عندها حاجه اسمها احساس الرفض، ان هي مرفوضه من احب الناس اليها ومن اهم الناس اليها، وده دايما هذا الاحساس يعني احساس صعب وبشع. وهو حاليا لما بنشوف، انا مش عايز طبعا اذكر بعض المشكلات اللي حصلت وان كانت خطا، ان حد بيروح يرتكب جريمه، حد بيروح ينتحر، حد بيروح يعمل بسبب ايه؟ بسبب انه حس انه مرفوض من احب الناس اليه، او يبقى غلبان ويجي له جلطه زي ما حصل طبعا بقى، ده حاجه تانية. او يمكن كان بيحصل زمان يا دكتور انه العيال كان في عيال بتنتحر، يعني انا بقيت اشوف زي ما احنا بقينا نشوف على السوشيال ميديا انه في نسبه انتحار، او عيال بتحاول او يقف على اللي عايز اهتمامه. هو ده بيبقى عايز ينتحر بجد ولا عايز اهتمام؟ ممكن يكون هو كان عايز اهتمام ما وصلوش، فبدا ان هو ينتحر. زي ما بقول لحضرتك احساس الرفض يمكن من يعني اكتر، او بدات النظريات او بدا الكلام يكتر عليه سنه 2003 تحديدا، اتعمل عليه بعض الابحاث وقالوا واتضح ان نفس امتى الواحد بيفكر فعلا في الانتحار وتهون عليه نفسه ودنيته وحياته، عندما يشعر باليأس وفقدان الامل وانقطع الامل بتاعه. ممكن يكون انقطاع الامل ده يكون من شيء نفسي او معنوي، بني ادم بطل يحبه، حد بطل يحبه، عمل حضرتك بتقول البني ادم عامه، فهنقول فقد عمله، فقد فلوس، محتاج عليه ضغوط كتيره مش عارف ان هو يعني يتصرف فيها. انما احنا عندنا دايما بنقول ان الاسباب اللي بتؤدي للانتحار، اول حاجه اسباب عاطفيه، نمره اتنين اسباب متعلقه بالعمل، نمره تلاته اسباب صحيه. ساعات كمان في ناس عندها مشاكل صحيه يقول لك انا عايز اخلص من حياتي، هو يخلص نفسه اسباب ان هو بينتحر بسبب اسباب عاطفيه او اسباب صحيه. على فكره اقول يعني مش عارف، انا دايما بحب ابقى عندي بحذر شويه، ولكن انا هقولها هي موجوده برضه باسباب دراسيه، اسباب ان هو الفشل الدراسي، وموجود عندنا انا ده اللي بقول لك عليه، لما بنحط الضغوط على واحد انك لازم تبقى مثلا دكتور، تبقى مهندس، تبقى كذا، ويلاقي نفسه في الاخر جاب 60% ولا جاب 55%، ممكن يروح ينتحر. فبالتالي دي من ضمن يبقى اسباب عاطفيه، بتبقى في انديكيشنز او حاجات بيعملها البني ادم قدامي اعرف ان هو ممكن ينتحر. يعني مثلا مكه قطعت شرايينها قدام مامتها وحاولت ازاي لو في حد في البيت بيفكر او حد من حواليا بيفكر انا اعرف. اول حاجه الكلمات اللي بيقولها، استخدامه إيه؟ الكلمات ان انا عايز اموت، ان انا عايز انتحر، ان انا مش حابب الدنيا، ان انا يا رب خدني عشان ارتاح. دي بعض الكلمات بس ما تبقاش بتقال مره واحده، بتبقى بتقال في اكتر من عدد. نمره اتنين ان هو يكون منزوي كتير، قاعد لوحده على غير العاده، ابتدى يقعد لوحده كتير بعد مشكله، بعد صدمه. الكلام ده كله ما نقولوش كده واحد عادي يمكن قاعد بيفكر شويه، لا عنده صدمه او عنده مشكله فابتدى يقعد يفكر لوحده. التفكير ده ممكن يجيب له اكتئاب وممكن يوديه للانتحار. اللي هو عايز اقول لحضرتك الرقم ان 40 كل 40 ثانيه في حد بينتحر في العالم. ده اللي انتحر بالفعل، بيسبقها ايه؟ محاولات انتحار، دي اعدادها كبيره جدا. فلو كمان عمل محاوله انتحار كل 30 ثانيه 40 ولا 40 ثانيه ده بيقول لك انه كمان بتبقى اعلى نسب كانت في سويسرا، مع ان هم قمه الرفاهيه مرعبه. بيقعدوا ده اللي عندهم حاجه للشوكولاته وعادي والسويد الدول دي برضو فيها مثل هذه النسب. يمكن دول برضو متقدمه ولذيذه وعندهم الحياه حلوه والبلد حلوه جدا وكل حاجه حلوه طبعا، ولكن تركيزهم على افتقاد بعض الامور اللي مش موجوده عندهم هو اللي بيعمل كده. لما بيعملوا دراسات عليهم هم ليه بيعمل كده، هو عنده كل حاجه وناقصه حاجه، فالحاجه اللي ناقصاه دي هو بيعمل عليها الفوكس الكبير جدا وبيعمل عليها التركيز الكبير. كان نفسه في زحمه اكيد. يمكن في بعض الفنانين وبعض الناس المعروفين بره عملوا يعني انتحروا بالفعل، والناس ما ممكن يكون الناس يعني ملء السمع والبصر والكلام ده كله تقول هو انتحر ليه؟ هو انتحر عشان قعد يركز على الحاجه الوحيده اللي ناقصاه. وحتى اللي بينتحر الاسباب العاطفيه كانت حالات الاسباب العاطفيه على فكره ممكن سمعنا عن قصص كتير جدا. وممكن يكون عنده اسباب يعني كل مقومات الحياه برضه حتى هنا، بس ناقصه ان اللي كان الشخص اللي كان بتحبه وبطلت تحبه او سابته ويروح يعمل هذه المحاوله او محاوله الانتحار او الانتحار. فلو عمل محاوله يبقى احنا كده ده كده يعني ايه منتحر، هيبقى في المرتقب. يعني مكه ممكن نفهم اللي حصل ده ان هي ممكن تنتحر اكيد طبعا ممكن، خاصه ان مش شايف ان اللي حواليها بيساعدوها في اي حاجه. هم بيعملوا لها ايه لما لو عملت كده؟ هل ادوها الحب والاحتواء؟ مامتها بتاخدها معاها في كل حته، بس مامتها لا حول ولا قوه ليها، يعني انه هتعمل ايه؟ هي بتاخدها وفي نفس الوقت مامتها مغلوبه على امرها وبتقول لها كلام سلبي كتير جدا. هو لو راجل جه قال لمراته لو ما كتبتليش الورث هعمل وهعمل وهعمل، الست عشان تتقي شر وتكتب له ورثها وتسكت؟ لا طبعا انا ضد هذا الامر. يعني اتطلق يعني وما اكتبلوش الورث؟ لا انا بالنسبه لي يا اخي انا هاكله ومش هكتب له الورث. الشرع الحق الشرعي اللي فرضه لي ربنا عز وجل، وهو ليه ذمه مستقله، فبالتالي لازم نعرف ان انا لا هو ده مش من حقه ان هو. طب لو الست قالت له اكتب لي ورثك يا اما بص ولا كده يا استاذ سيدي. هو انا النهارده انا ادي للانسان طواعيه من حب. هو الراجل ده ممكن ما يقولهاش اكتبي لي ورث، ممكن حبها ليه لو هي بقى هتحبه وهو بيديها حب وعاطف وحنان، تعمل له اللي هو عايزه من غير ما تدي له اكتر من الورث، ولكن من غير ما في الاخر لعيالنا. وانا هديك وانت تديه، ما هو عيالك هتاخد. وهو ليه خايف منها عايز ياخد من؟ طب ما انت عايشه معاك، ولا عشان كل شويه بيطلقها وكل شويه بيهينها وكل شويه بيقلل من كرامتها، فبالتالي لما ياخد منها الورث ويطلقها يبقى هو كده ايه ما تقدرش تعمل له حاجه. انما هو عشان كل شويه بيقلل منها وبيقلل من كرامتها، انما انا ممكن بالحب والاحتواء والحنان والاحترام اخد من اللي قدامي كل حاجه. هو هيشوفني محتاجها هيديني، بس مش هاخدها كده مش بالعافيه، بس عشان اكنز لنفسي يعني. طب انت رايك، انا كنت بقول لك بقى انه الحظ لا مش بيورث زي ما حضرتك كنت بتقول، لا الحظ ما بيعملش كده، بس ايه رايك في المثل الشهير اللي بيقول لك انه بخت امي خدته في كمي؟ والله يعني خلي بالك الامثال مبنيه على حقائق كبيره قوي، مبنيه على حقائق وثقافتنا. وبرضه هي ممكن تكون يعني المثل ممكن يكون في ثقافه وممكن يكون صح وممكن يكون خطا، ولكن انا قلت ان هو بيبقى معمول ايه من التربيه احيانا. مش لازم ان انا اخد البخت زي ما حضرتك قلتي. انا اتربيت في وضع تشاؤمي، مش هقول لك ايه تفاءلوا خيرا تجدوه، والتشاؤم ده برضه في الاخر بيؤدي ان احنا ايه ان احنا نفضل. انا شايف ان هي طول الوقت بتتكلم على ان انا ما خدتش حظي من الدنيا، وانا تعبانه وانا شقيانه وانا مش ممكن انا كمان يطلع عندي هذا المفهوم، فاعمل ايه؟ اجذب الطاقه السلبيه لنفسي واجذب الطاقه. واحنا النهارده علوم الطاقه بتتكلم عن هذا الامر وبرضه حاجات حديثه. يعني الكلام ده بجد، يعني مثلا لو حد طلع على الستيج ياخد جايزه او يقول لك ايه انا خايفه لحسن اقع على الستيج، انا خايفه لحسن اقع، انا شكلي هقع. هيقع بجد؟ ممكن تقع. ودايما بنقول حتى اللي خايف انه يسقط بيسقط، والخايف انه هو يروح اروح اتقدم. حتى لما بنيجي نقول لحد اختار شريك الحياه، ما تقولش انا مش عايز المواصفات دي، غالبا هتجذب المواصفات دي. قول انا عايز واحده مواصفاتها كذا، ما تقولش انا عايز واحده ما يكونش مواصفاتها كذا، غالبا ده اللي هتاخدها بحذافيرها. نعم. بص قول انا مش عايز، يعني عارف ايه لما تيجي تبقى عايز قول انا مش عايز، فهتيجي العكس. صح، فعلا بتحصل كده حتى في الابناء. تقول لك انا مش عايزه بنتي كده، يقول لك انا نفسي ابني مش عارف ايه، تلاقي ابنه عمل العكس، وهو كانه هو جذب الطاقه السلبيه. الكلام بتاع الطاقه ده كمان مش مبني على ان الناس بتقول علمه بس، ما هو موجود برضو عندنا في الديانات السماويه. دايما بيتكلم احاديث او تفاءلوا خيرا تجدوه، انا عند ظن عبدي بي، صح، او ان مع العسر يسرا، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. الروح ينتحر، الروح يعمل، الدنيا اسودت في وشه. ما هو برضه ما انت المفروض عندك ربنا عز وجل، حتى لو الدنيا اتقفلت عليك بتقول يا رب. ودايما نقول ما نقولش ان انا يا رب عندي هم كبير، انا هم عندي رب كبير. فبالتالي انا نقول لها ان الكلام ده كله لو هو بيتقال لمكه وهي يعني عايشه بيه، مش هيحصل ان افكار الانتحار اللي هي موجوده عندها. هي عندها كل الافكار، القصه كلها سلبيه جدا يعني. خاصه هي لقت الحد اللي يحبها ويحتويها ويديها الحنان، وبتقول له يا بابا اللي هو حبيبها اللي هي قالت عليه. حبيبه ايه؟ اللي هي قالت ان هي حبته. هو ده حبيب ده؟ اللي هي شافت فيه ان هو بيمثل لها. ما تشوف هي ان شاء الله يعني يا دكتور. والله هي بيمثل لها كده، هي كان بيمثل لها حاجه مش موجوده يعني إيه حب؟ عند الاخرين. لقيت الحد اللي قال لها انا بحبك ومقدرك. هو الحد اللي يجي يقول لي بحبك ومش قادر؟ طب ما انا ممكن كل يوم حد يقول لي بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. يا سلام. هو الشخصيه دي اللي هي بتحكي عليها، هو فعلا اداها حب واداها تقدير وامان، هي كانت مفتقداها. حتى قالت انا بقيت اقول له يا بابا اللي انا المفروض اقولها لبابايا انا، بس قصه بقى ان هو سابها وبعد عنها والكلام ده كله. انا مش هنا بقول ان هو صح ولا غلط، انا بحلل ليه حبه هذا الشخص. ما انا ممكن زي ما حضرتك يعني ايه حب؟ حب يعني احتواء، يعني مشاعر، يعني اهتمام، يعني اهتمام بالتفاصيل. يعني لما يجي لي مشكله معينه الاقيه واقف جنبي، الاقيه بيسال عليا. ما هي دي كلها بتورث الحب. هو اكيد عملها الحاجات دي. الامان اللي عمره ما يمشي. ما هو بقى مش انك تقول لي اهتمام وانك تاكلني وجاب لي مش عارف ايه ولا الهوا. هل هي ما هي برضه في حته مفتقده، هي الحب اللي اديته له ده كله. هل هو مثلا كان بيعشمها بالزواج؟ هل هو قال لها انا انت معايا ما تخافيش من حاجه؟ هو صاحب اللي هو صاحب. يعني انا رافضه حتى ان انا اقول صاحب دي، عشان انا عندي مشاكل مع المراهقين، مع تينيجرز مرعبه. أيوة. وكل شويه احنا انه بنتطور اكتر، وبالعكس يعني بقينا احنا اللي كنا في قمه التحضر زمان واهالينا مربينا بس باحترام، بقينا احنا راجعيين جدا. تخيل يعني انا واحده زي التالت راجعيه جدا. انت قديمه قوي. انا قديم. انا انت عارفه انا مين يا بنتي؟ عارفه لو كده. لا مش راجعيه ولا حاجه، اخلاقيه اكتر. انا بتكلم على الاخلاق يعني. أيوة. انا يعني هو المجتمع مش هيتغير، اللي هيقولوه عليكي زمان هو اللي هيقولوا عليكي دلوقتي حبيبتي. هو نفس الكلام والله يا ماما. الفرق بس ان انتوا الكوميونتي او المجتمع بتاعكم اختلف شويه، بقى متفتح اكتر. فانا هقول انه مثلا اللي كان عايز يتجوز صاحبتها، اللي نعتبر ان هو كان عايز يتجوزها، قال لها خلي زيتنا في دقيقنا عشان نتجوز ونبقى احنا الاثنين حبايب، يعني يبقى هي مع صاحبي وانا معاكي. فهو كان القصه كانوا انهم ماشيين في سياق الجواز. طيب انا عشان كده قلت لحضرتك. وهل هي لما حاولت، هو البنات المفروض تتجوز عندها سن كام سنه؟ والله انا ما بفضلش ان هي تتجوز في السن ده، اقول بابتداء مثلا من حاجه و20. انما في بنات بيتجوزوا كامل حاجه ال 21 ابتداء من كده. بس كان انا ليه 21 يعني متخرجه واخدها طازه. تبقى متخرجه على الاقل، ما تبقاش. لان دايما بيعملوا بياخدوهم وهم بيدرسوا، تقعد تاجل في الدراسه لما تخلف وبتاع، تقعد تاجل وتفقد دراستها، وبعد كده لما تحتاج للعمل ما تلاقيهوش بسهوله. تلاقي نفسها ان هي كان المفروض تقول لك ده انا كنت في سنه ثانيه، ده انا اتجوزت وانا في سنه ثانيه ما كملتش، تعتبر ان هي معاها ثانويه عامه. فبالتالي يفضل ان هي تكون نهت تعليمها، بقى عندها نضج شويه وكافيه. بقول ابتداء، ولكن ده يعني انا عن نفسي شايف ان هو ممكن يكون من 23 و25. ده برضه سن مناسب وسن كويس. 30 ده وجهه نظر حضرتك طبعا، ممكن تحترم وتحترم لما تكون كونت حياتها، كونت ارائها، كونت فكر، شافت كل الناس قدامها واختارت ده، برغم ان هي عماله شافت وراحت وجت واشتغلت وبقى عندها شخصيه. وانا مختارك انت دونا عن الكل. طب انت عارفه حضرتك ان الابحاث اللي بتتعمل والدراسات لما بتقول ان المتاخرين عن الزواج، مش هستخدم الكلمه الثانيه وما بحبش استخدمها، لا دي حاسبينها من 35، وانا شايف ان ده المفروض يطلع. عشان كده يقول لك احنا عندنا 12 مليون. لا انا جايه من هناك وبقول لك لا يعني انا شايف ان هي انا اتجوزت 36، بقول لك انت انا لا في طاقه ولا في صحه، مش قادره والله يا ابني. يا ريتك كنت جيت زمان، ولا حتى الكلام الحلو ما بتبقاش قادر. انه فعلا لا 30 انا شايفه انه سن فريش طبعا. سن لذيذ جدا. 29 يا جماعه نتعرف على بعض، نتجوز 30 بعد سنه لذيذه جدا. لكن تيجي تقول 35 36 لا، انت بتبقى عارف اللي هو ظهري مش قادر. انت بتبقى بتفكر انا افرد ظهري ازاي وبعد كده اشوف يومي هيمشي ازاي. لا انا بقول لحضرتك هم بيحسبوا بالسن ده، عشان كده يقول لك في عندنا 12 مليون مش عارف فتاه مش عارف ايه ان هم تاخروا في الزواج. بيحسبوهم ان هم تاخروا في الزواج لما يوصلوا لهذا السن. فبالتالي احنا بنقول زي ما حضرتك قلتي انا 30 ده سن مناسب. انا عن نفسي اقول 23 25، وان كان برضه ارجح كل ما يكون اكتر كل ما يكون افضل. احنا عندنا ناس بتخاف على بناتها اول ما تتم 18 سنه. سترهم، ما احنا قلنا انت عشان ما عرفتش تربي عايز تسطر، لكن انت لو عرفت تربي هتخليها وسط الرجاله كلها ماشيه راجل، عايز ينجز، ماشيه ست ب 100 راجل. انما حضرتك زي ما قلت هتبقى 30 دي عملت ايه؟ خلصت دراستها، اشتغلت، خدت خبره في الحياه، بقى عندها باك جراوند عاليه، بقت شافت حاجات كتيره طبعا. في احداث. فلما تيجي تتجوز هتحط الكلام ده كله في بيتها وفي ولادها. طب انا عايز اسالك سؤال خبيث شويه. هو امها بترجع لابوها ليه؟ هو ده حب غرام وانتقام؟ هي قالت في النص عشان الاولاد. ما هي قايله في الرساله بتاعتها ان امها في الاخر بترجع عشان الولاد، وهي الست ما حدش هيقدر عليها وتقول عيالي لا. المغلوبات على امرهم عندنا في المجتمعات بتاعتنا الشرقيه والمصريه بيرجعوا لهذه الاسباب: قله الحيله الماديه، او حته ان انا شايفه ان الابناء كده خليهم موجودين مع بعض وكده. وكمان في عندنا حاجه مهمه جدا وهي ارتباط، خلي بالك وانا اقول الكلام ده هو كلام نفسي شويه ولكن ده موجود، ان احيانا الشخصيات بتبقى متعلقه ومرتبطه بحد بيأذيها نفسيا. ده شيء هتقولي لي عليه مش طبيعي، بيحبوا التوكسيك. لا 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 بس بيحصل ده احنا شفناها حتى لو احنا بنقول السينما مرايه الواقع، تقول لك انا احب اللي يزعق لي ويشكمني مش اللي بيطبطب عليا صح. هو في كده صح، هو شيء خطأ ولكن احنا بنقول ان ده اللي بيحصل. احيانا ببقى متعلق بالشخص اللي بيأذيه نفسيا عشان لقيت عنده كومفورت زون او راحتي، فانا هفضل موجود في راحتي لاني خايف أطلع. هو في الاخر مديها ايه؟ اكل. هي بتفكر في الاكل والشرب، هي ممكن معاها موروثات عندها بقى طب. الاكل والشرب ومعيشك في بيت، مش هو مش معيشك، هو مش بياكلك، مش ده الكلام اللي بنقوله. تقول لمكه ايه بقى؟ اختم معاك بمكه. اقول لمكه ان انت ما قدامكيش غير ان انت تعملي حاجتين، هتصبري، ما هو احنا كلنا بنبقى عايزين نحقق اهداف بنصبر عليها، هتصبري تخلصي دراستك، تشتغلي، يبقى لك وضع وكيان، تخرجي من هذه القوقعه اللي انت محطوطه فيها اللي هي في الاخر مش هتؤدي بيكي الى اي نجاح. لازم تخرجي من هذا البيت وانت واقفه على رجليك. فانت ولا تخرج تمشي وتسيبها؟ والله لو هي خرجت بقى وتستطيع ان هي تقدر تشتغل وتصرف على مامتها، تاخد مامتها معاها وترحمها من هذا الامر. ان ما كانتش مامتها بترجع بقى برضه حبا في السيطره وحبا في ان يتعامل معاها كده، انما تاخدها معاها طبعا لو تقدر ان هي تعمل كده. ولكن احنا عندنا بنقول لها يا مكه كلنا بيبقى عندنا امور معينه بنضطر ننتظر، مش هقدر احقق ده السنه دي، قدامي سنتين ثلاثه لحد ما اوصل لكذا، فانت هتصبري شويه لحد ما توصلي للحاجه اللي انت عايزاها، والحاجه دي هي ان انت تقفي على رجليكي ودراستك وشهادتك. اهتمي بالدراسه، تم يبقى معاكي شهاده، بعدها كل ده هينتهي وهتلاقي ان الكلام ده كان اصبح ماضي. اوعي ترجعي تنتحري تاني، اوعي تفكري في انك تاذي نفسك او تضري نفسك في اي وقت من الاوقات. افتكري ان انت عندك ربنا عز وجل، مش معقوله هيضيع كل تعبك ده على الفاضي، في يوم من الايام هيديكي. انتظري بقى وخدي الحاجه الحلوه اللي ربنا شايلها لك قبل ما تروحي تموتي نفسك وتفتقدي الحلو اللي ربنا شايله لك وانت ما شفتوش لسه. عيشي ايام حلوه وبعد كده بيتكلمي. بشكرك ونورتني. ميرسي يا دكتور احمد، شكرا جزيلا. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير قوي عايزين نقوله. زمان أيام جدودنا وجدود جدودنا كانت الستات لازم تداري وشها وهي خارجة، سواء بقى إيه، بالبرقع أو البيشة. كان في البيوت في حاجة اسمها عارفين مشربية، اللي هي كانت زي البلكونة كده بس هي متقفلة بشكل يخلي الست تشوف الشارع من غير ما حد يكشفها أو يشوفها في الوقت ده. كان في بقى بنت طيبة شبه مكة، بطل القصة حقيقية النهارده اللي احنا بنتكلم عليها. كان أبوها برضو راجل صعب، يشخط وينطر ويزعق ويشتم ويضرب فيها هي ومامتها. البنت دي كان نفسها تتجوز عشان تطلع من البيت ده بأي شكل، بس ما كانتش عارفة هتتجوز ازاي وهي في البيت اللي ما حدش بيشوفها ولا يعرفها، هتتجوز ازاي. لحد ما في مرة جات لهم زيارة كده واحدة معرفة يعرفوها يعني، شافتها خطبتها لابنها. البنت فرحت قوي وافقت واتجوزت. غابت اخبارها بقى عن اهلها لفتره لحد ما مامتها راحت تزورها، سالتها ها ايه الاخبار، جوزك عامل معاكي ايه؟ البنت قالت لها وهي بتعيط، بخت امي خدته في كمي. ومن وقتها طلع المثل ده اللي دايما بيقول لك ايه، بخت امي خدته في كمي. عرفتوا جاي منين المثل؟ عشان بيعبر عن بنات كتير بتورث نفس مشاكل امهاتهم. بس عايزه اقول لك يا مكه على حاجه، الحظ مش وراثه، الحظ احنا اللي بنعمله. في ناس حظها حلو في حياتها عشان هي محاوطه نفسها بناس ناجحه، طاقتها حلوه، عشان كده لما بنصاحب الناجحين ممكن ننجح زيهم. اهدافنا هتبقى واحده. في ناس تانية حظها وحش قوي، موجودة وسط ناس ظروفهم صعبة، حياتهم مليانة مشاكل، على طول بيشتكوا، فالمشاكل من غير ما يحسوا تدخل في حياتهم هما كمان. في دراسات كتير قوي قالت إن مسألة الحظ دي بتعتمد على مدى استغلال البني آدم للفرص المتاحة قدامه. لو عنده مهارات هيعرف يطوعها في الظروف اللي حواليه، ما يستناش الحاجة اللي هو بيحلم بيها إن هي تجيله بالسهل لغاية عنده. لأ، في ناس حوالينا بقى زي الشبابيك، لو صاحبنا ناس كتير شاطرة مجتهدة عايزة توصل زي ما بيقولوا، هيبقوا زي الشباك اللي احنا ايه بنبص عليه كده، على دنيا حلوة. لو صاحبنا ناس عندها مشاكل هياخدوا طاقتنا الحلوة ويسرقوها، هيملوا نفسيتنا بفشل ويأس ايه ده، هيبقوا زي الشبابيك اللي احنا بنبص عليها بنلاقي حاجات او خرابات ملهاش يعني، فمفيش امل فيها. بالمناسبة الناس المحظوظة دي يا مكة مش هم اللي الحاجه بتبقى متسهله ليهم، لا، في منهم بيفشل ويقع، بالعكس الفشل ده بيبقى بدايه النجاح، بس مش بيبطلوا امل وتفاؤل وسعي. وايه بقى؟ يصاحبوا الناس الناجحه لحد ما يوصلوا في الاخر. ده اللي انت كمان لازم تعمليه. محسسه نفسك طول الوقت ايه؟ انك ضحيه، الظروف كلها ضدي، وبعدين طب يمكن انا يعني، او اكيد انا ما عشتش معاكي، ولا احنا ولا حد فينا، ولا حد شاف اللي بتحكيه ده، بس متاكده ان مستحيل ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلي حياتنا سودة طول الوقت. ليه؟ زي ما في صاحبه وحشه او اهل وحشين، اكيد لو دورتي كويس هتلاقي صاحبه جدعه، جرب انت حلال تقف جنبك، بس انت محتاجه تدوري عليهم، تعرفيهم كويس، الازمات بتبين لك الناس، ساعتها كل حاجه في حياتك هتختلف وتتغير، بدل ما انت قاعده رابطه سعادتك بواحد هو مش هيقولك اتخلى عنك، هو مش فارقه معاه، ما تزعليش مني يا حبيبتي، عايز تنتحري عشانه؟ معقوله هتنهي حياتك وتقابلي ربنا وهو غضبان عنك عشان واحد ايه ما يستهلكيش؟ طب يا ستي لو كل الناس وحشه زي ما بتقول، فين ايمانك بربنا سبحانه وتعالى؟ مكة، فوقي لنفسك، راجعي علاقتك بربنا، دوري على ناس حواليكي تكون كويسه، حاوطي نفسك بيهم، اكيد هتلاقي. طب ده مفيش احسن من ونس الصحبه الصالحه. غير كل ده، عشان خاطري حبي نفسك. بابا ما بيحبنيش من يوم ما اتولدت، وانا مش عارف ايه، ماما بتضربني وبعد كده تحضني. انا هو انت بتحبي نفسك يا مكة؟ مكة حبيبتي، انت لسه 18 سنه يا ماما، الحب ما بيجيش دلوقتي خالص، وده ما اسموش حب، ما تزعليش مني، انا عارفه ان انتوا ممكن تكونوا السن ده بيسمع لي او يحب ان انا اتكلم معاه، ومش هقسى عليكي ومش هقولك واقولك. بصي يا مكة، اللي هيجي يا حبيبتي ويجري وراكي ومهما عملتي فيه وما تديلوش مبررات، اصل انا ما ردتش على مكالماته، اصل انا كنت زعلانه، اصل انا مش عارف ايه، هيجي يجري وراكي طول العمر لو شريكي وبيحبك بجد. هو ده الحب، لما يسيبكيش مهما حصل. سمعتي معايا نصايح دكتور أحمد علام في الفقرة اللي فاتت، هستنى منك رسالة جديدة طمنيني فيها عملتي ايه، قوليلي قوليلي ناوية تغيري ايه وعملتي ايه، ومش هبقى ضحية تاني. خلصنا، بطلب من كل اللي بيشوفونا يبعتولنا على فيسبوك، تويتر، انستجرام، ابعتولنا كل قصصكم، عايزين نشوفها هنا في قصة حقيقية، بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية. باي باي.